بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة الدرس الرابع، الحياة الاجتماعية بين الماضي والحاضر. المجتمع المصري قديما كان متقسم إلى أربع طبقات: الطبقة الأولى الملك وأسرته، الطبقة الثانية الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم والكتبة، الطبقة الثالثة صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين، الطبقة الرابعة العاملون بالزراعة والرعي والصيد وصغار الحرفيين، الطبقة الرابعة عامة الشعب. كانت كل طبقة من الطبقات الأربعة لها دور مهم في بناء الحضارة المصرية القديمة، وكل طبقة بتبذل أقصى جهد عندها دون التمييز بين الطبقات، وكل ده ساعد على استقرار المجتمع المصري القديم وتقدمه وظهور الحضارة المصرية القديمة. يمثل الشكل التالي طبقات المجتمع المصري القديم بالاستعانة بالشكل، أكمل العبارات التالية: رقم واحد طبقة الملك وأسرته، رقم اتنين طبقة الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم والكتبة، رقم ثلاثة طبقة صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين، رقم أربعة طبقة العاملون بالزراعة والرعي والصيد وصغار الحرفيين. كيف كانت الحياة الأسرية في مصر القديمة؟ الحياة الأسرية في مصر القديمة كانت مزدهرة، متقدمة، متطورة، كل ده بفضل تماسك الأسرة المصرية واهتمامهم بغرس القيم الأخلاقية عند الأبناء. بيعرفوا ولادهم، الأب والأم بيعرفوا ولادهم الصح والغلط ويغرسوا فيهم القيم الأخلاقية. وكانت العلاقة بين أفراد الأسرة المشاركة والتعاون بين جميع أفراد الأسرة. أول حاجة عندنا في الأسرة الأم. الأم كانت بتعمل إيه؟ رقم واحد بتهتم برعاية الأبناء، رقم اتنين تشرف على أعمال المنزل، رقم تلاتة تعمل خارج المنزل في مجالات متعددة بتساعد الزوج في إيه؟ في الزراعة، في التجارة، في الطب. يبقى ده عمل الأم. طب نشوف الأب. بيرعى أفراد الأسرة ويعمل على توفير احتياجات الأسرة. الأبناء بيساعد الأبناء والديهما في العديد من الأعمال. بيذهب الأبناء إلى المدرسة، والمدرسة كان اسمها إيه؟ بيت الحياة، عشان يتعلموا القراءة والكتابة ويدرسوا العلوم. وكانت تربية الأبناء وتعليمهم القيم زي إيه؟ الحب والتعاون والصدق واحترام الآخرين وإتقان العمل من مسؤولية الأب والأم معا. دور المرأة في المجتمع قديما وحديثا. دور المرأة قديما، تولت المرأة المناصب العليا في الدولة، فكانت ملكة وقاضية ووزيرة وكاتبة وكاهنة وغيرها من المناصب العليا في الدولة، وكان لها الحق في الميراث والبيع والشراء، وكانت دائما محل تقدير واحترام من المجتمع المصري. حديثا، تولت المرأة في العصر الحديث مناصب متعددة، أصبحت وزيرة، قاضية، وشاركت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفي الأحزاب السياسية. الدستور المصري سنة 2014 منح المرأة العديد من الحقوق. المادة رقم 11 تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الدستور. رقم 3، تكفل الدستور للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف في الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، يعني ساوت بين الرجل والمرأة. ما مظاهر الحياة في مصر القديمة؟
إضافة إلى اهتمام مصر القديم بالعمل، كان أهم حاجة عندهم العمل، بس منسوش نفسهم في إيه؟ في وسائل الترفيه والتسلية والاحتفالات والأعياد. وسائل التسلية والترفيه عند المصري القديم: رقم 1، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. رقم 2، الألعاب الرياضية زي السباحة والمصارعة، وألعاب التفكير زي لعبة اسمها السند شبه لعبة الشطرنج، يبقى بتعتمد على الذكاء. يبقى المصري القديم اهتم بالعمل، اهتم بوسائل التسلية والترفيه إلى جانب الاحتفالات والأعياد. الاحتفالات والأعياد عند المصري القديم: الاحتفالات والأعياد، المصري القديم احتفل بإيه؟ بعيد ميلاد الملك، وعيد تولي الملك العرش، واحتفل بأعياد الزراعة زي عيد الفيضان، عيد الحصاد، عيد شم النسيم، وكانوا بيخرجوا إلى المتنزهات ويذهبوا إلى المعابد. الملابس في مصر القديمة: كان في ملابس لعامة الشعب وكانت بتصنع من الكتان، أما ملابس الملك والأغنياء كانت تصنع من كتان عالي الجودة أو تصنع من الحرير، وكانت تطرز بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. المصري القديم استخدم الزينة زي الأساور والقلائد والعطور والشعر المستعار اللي هي الباروكة يعني. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تم تقسيم المجتمع المصري إلى نقط طبقات، 4 طبقات. تمثلت الطبقة الأولى في مصر الفرعونية في الملك وأسرته. كان صغار الموظفين في مصر الفرعونية ينتمون إلى الطبقة الثالثة. تقلدت المرأة في مصر الفرعونية المناصب العليا في الدولة مثل ملكة، قاضية، وزيرة، كاتبة، كاهنة. احتفل المصريون القدماء بكثير من المناسبات والأعياد مثل عيد الفيضان، وعيد الحصاد، وعيد شم النسيم، وعيد ميلاد الملك، وعيد تولية الملك على العرش. مارس المصريون الألعاب الرياضية مثل السباحة والمصارعة. كانت ملابس الملك والأغنياء في مصر القديمة تصنع من الكتان عالي الجودة أو الحرير. اعتاد المصريون القدماء على استخدام أدوات الزينة مثل الأساور والعطور والقلائد والشعر المستعار. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كان الوزير والكهنة في مصر الفرعونية ينتمون إلى الطبقة الثالثة في المجتمع. العبارة خاطئة، إلى الطبقة الثانية. كانت ملابس الأغنياء تصنع من الحرير في مصر القديمة. العبارة صحيحة. لعبت الأسرة دورا هاما في نشأة الحضارة المصرية القديمة. العبارة صحيحة. كان لكل طبقة دور مهم في بناء الحضارة المصرية القديمة. العبارة صحيحة. حرص المصري القديم على تربية أولاده وتعليمهم القيم الحميدة. العبارة صحيحة. اقتصر دور المرأة في مصر الفرعونية على أعمال المنزل ورعاية الأبناء. العبارة خاطئة. لم يقتصر دور المرأة في مصر الفرعونية على أعمال المنزل ورعاية الأبناء فقط، إنما عملت بالزراعة والتجارة والطب. لم يمارس المصري القديم أي نوع من أنواع الرياضة. العبارة خاطئة. مارس الرياضة مثل السباحة والمصارعة. تمتعت المرأة بمكانة عالية في المجتمع المصري. العبارة صحيحة. سعت الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وفقا للدستور. العبارة صحيحة. كان الملك وأسرته يحتل الطبقة الأولى في المجتمع. العبارة صحيحة. إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على درس الحياة الاجتماعية
بين الماضي والحاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.